يوم 23 يونيو من كل سنة بيتم الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، وأطلقته هذا اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة كان في عام 2002. اليوم ده يعني خليني أقول هو بمثابة تقدير وتكريم العمل الجاد والتفاني اللي بيبذله الموظفين في المجتمع اللي بيبقوا بيخدموا فيه. خليني اقول لك بقى ان بالمناسبه المهمه دي حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التهنئه لعموم العاملين بالجهاز الاداري للدوله في اليوم العالمي للخدمه العامه، وده عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما بنشوف قدامنا دلوقتي على الشاشه. وللحديث بقى عن هذا الموضوع بيسعدنا ان يكون ضيفنا الدكتور الحسين حسين خبير التنميه المحليه والمستدامه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منور. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. يعني عايزة أسأل، يعني هو 2002 يعني اليوم ده حديث، يعني فليه استحدث، يعني ليه استحدث الخدمة العامة يبقى ليها يوم؟ هو الأمم المتحدة رأت أن المنظومات الداخل الدول بتعتمد على الموظف العمومي بشكل أساسي أو الموظف العام في إطارات متعددة زي التعليم والصحة وكل حاجة، يعني تقريبا كل اللي بيحدث في داخل الدول هو شغل الموظف العام بشكل أساسي. لما بترجع هنا لمصر بتلاقي أن مصر من أكبر الدول من حيث الجهاز الإداري للدولة، يعني بعد أندونيسيا بشكل أساسي. يعني أندونيسيا حوالي 34 وزارة، احنا عندنا حوالي 30. كم الموظفين عندنا برضو كبير، يعني احنا كنا في عام 2017 بنتحدث عن 5,700,000 موظف داخل الجهاز الإداري للدولة. احنا دلوقتي حضرتك لو بصيت على قبل 2010 كنا أكتر من كده كمان، كنا أكتر من كده بشكل كبير جدا. النهاردة بقينا يعني حوالي 3,400,000. ما هي هي مش الدولة وقفت تعيينات؟ اه طبعا، اه موقفة من فترة، وده برضو يمكن من ضمن خطط الدولة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة بشكل أساسي. يمكن عشان كده رأت الأمم المتحدة بتخصيص هذا اليوم أنه يكون نوع من التكريم والتقدير للعاملين داخل الحكومات بشكل أساسي على مستوى العالم. طيب بالنسبة بقى كلمة السيد الرئيس خلال التهنئة باليوم العالمي للخدمة العامة، شفت البوست أو كلمات السيد الرئيس إزاي؟ يمكن أنا شايفها من زوايا رقمية شوية، أن حصل تحديثات كبيرة جدا في، يمكن السيد الرئيس تحدث عن دعم جهود التطوير بشكل أساسي. أنا شايف أن الدعم ده تم، يعني النهاردة عندنا أكثر من 70% من الخدمات الحكومية فيها نوع من الرقمنة بشكل أساسي. النهاردة مشروعات ضخمة كبيرة جدا بيديرها اللي هو الجهاز الإداري للدولة، يعني بنتحدث عن 25,000 مشروع مثلا. لو جيت على المجتمعات العمرانية تم بناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، كان عندي أكثر من 22 مدينة، النهاردة عندي 52 مدينة. التحديثات التي حدثت في أجهزة المجتمعات العمرانية، يمكن الأجهزة المحلية لسه، عشان بس يعني الدولة حوكمت أكثر من 45 مركز تكنولوجي التابعين للإدارات المحلية، بس لسه في إطار التطوير، يعني الدولة بتحاول تبذل جهد ده من خلال برضو أطر وتدريبات كبيرة جدا بتقوم بها الدولة من خلال مراكز التدريب زي مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، البرامج اللي بتقوم بها الدولة برضو لبرنامج الرئاسي، البرامج اللي هي فيها نوع من تأهيل القيادات على مستوى الجمهورية. أعتقد يمكن حتى كل الجهات النهاردة لامست جزئية الخدمات الحكومية بشكل أساسي. طيب يعني أنا عايزة أسأل حضرتك على الجهاز الإداري للدولة، وأنت دخلت على حتة الرقمنة دي. طيب حلو، وفي واضح دعم من السيد الرئيس للجهاز الإداري للدولة لتطويره، لكن خلينا معترفين أن في جزء كبير من الجهاز الإداري للدولة مازال محتاج مجهود، محتاج يعني لو هتكلم على مثلا وزارة العدل، لا حصلت فيها الرقمنة. وزارة الداخلية، ما أنا بتكلم بقى على إيه، التعامل المباشر مع المواطن، لأنه ده حصلت فيها رقمنة وحصل فيها تطوير. لكن لو جيت اتكلمت على المحليات، ودي بقى تعامل أكبر، وده جهاز إداري للدولة، ودي خدمة عامة يعني مفروض بقى، لا ما حصلش فيها حاجة، ما حصلش فيها حاجة، ومن سيء لأسوأ يعني. لا هو بس انا هفصل جزئيه الادارات المحليه عشان ممكن تخصصي، هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للادارات المحليه فيها بعض التحديات.
يعني انا بسميها تحديات. ايه هي التحديات؟ ان انا عجز، عندي عجز مثلا في الادارات الهندسيه. حضرتك قبل اللقاء قلنا ان ما فيش تعيينات، فما كانش في تعيينات، فبالتالي تراكب او ترتب عليه اني ما عنديش مهندسين داخل الادارات المحليه. ده برضو خلاني في بعض القوانين بقيت مقصر شويه، بمعنى ان قانون التصالح اتعدل اكتر من مره، ولجأت للمكاتب الاستشاريه اللي بره اللي خدت مليارات الجنيهات عشان ما عنديش مهندسين بعدد يكفي داخل الادارات المحليه. وزاره التنميه المحليه انا يمكن مش عنصر جذب، يعني يمكن مش عنصر جذب لاسباب كتيره، واحنا عارفين تشعب الادارات المحليه، والمهندس ممكن اتعملت في مسلسلات يا فندم، يعني مش لازم اهو اتعملت في مسلسلات، اتعملت في افلام. هو اتفق مع حضرتك، بس هو النهارده الادارات المحليه انا شايف ان فيها نوع من التطوير، بمعنى ما كانش عندي مراكز تكنولوجيه، النهارده اغلب المراكز متصله بشبكات يعني في موضوع نوع من الحوكمه شويه الى حد ما. لكن انا مثلا ليه ملحوظات ان مثلا ان احنا محتاجين حل الموضوع ده سهل جدا على فكره، ان احنا عندي فائض في بعض الوزارات ممكن يتم توزيعه، وده يمكن انا بحسبه ان هو من ضمن الاصلاح الاداري للدوله، لان عندي في وزارات زي وزاره الزراعه وغيرها وغيرها فيها مهندسين على فكره بكم كبير جدا ممكن احطهم في هذه الوزارات. يعني عندي وزاره الزراعه يمكن واخده اكثر من نص حي الدقي بالمهندسين وبالكفاءات في اعداد زياده، في الادارات المحليه محتاجه، في هيئه الابنيه التعليميه فيها مهندسين ومش محتاجهم على فكره، ممكن يبقوا في الادارات المحليه واستفيد بهم واستفيد بخبراتهم بشكل اساسي. ويمكن هذا المقترح عرضته اكثر من مره في هذا الملف بالذات او ملف الادارات المحليه. عرضته على مين؟ والله من خلال وسائل الاعلام ومن خلال مقترحات قدمتها، بس ما قعدتش مع مسؤول في الحكايه دي وقدمت مع بعض المحافظين، حد في مكاتب التنميه المحليه على مدار من 2014 يعني. كنا كان الرد ايه؟ جاري الدراسه يعني في الموضوع، بس فانا بحط رؤيه والدوله برضو بتحاول ان هي، لكن حصل تغيير. يعني انا دايما بحس ان المجتمعات العمرانيه على سبيل المثال نجحت في ملفات كتيرة جدا لازم برضو نكون فخورين بيها. يعني ملف حضرتك احنا النهاردة خلينا بس نبص لزاوية ان انا لو ما حصلش عندي بناء عمراني بشكل محدد منذ عام 2014 لحد دلوقتي كان حصل عندي انفجار سكاني بشكل كبير، لان انا عندي 2.5 مليون مولود كبير. فهي دي الفكرة. فبالتالي حصل انا النهاردة لما بنيت 1,200,000 وحدة سكنية وقضيت على المناطق العشوائية الخطرة 357 منطقة، الاصلاح الاداري برضو تم في صندوق تطوير العشوائيات كانت موازنته لحد 2014 650 مليون جنيه، النهاردة سيادة الرئيس وجه ان هذا الصندوق يكون موازنته 40 مليار جنيه، حاليا دخل في مشروعات يعني تتجاوز ال 400 مليار، فبالتالي غير الخريطة. فبناء عليه حتى كافئنا هذا الجهاز ان سميناه صندوق التنمية الحضرية عشان قدر ينجح في بعض الملفات. لكن الموظفين اللي حضرتك عارفة ان احنا عندنا بيروقراطية قديمة متوارثة من أيام الفراعنة، من أيام الكاتب اللي هو كان موجود في وضع القرفصاء وكان موجود في الأسرة الرابعة والتانية، وشفنا بعد كده قصة سيدنا يوسف اللي هو كان، وشفنا تطوير بشكل كبير جدا يعني في هذا المجال. طيب دكتور الحسين، احنا بنتكلم النهارده في اليوم العالمي للخدمه العامه، خليني انا اروح بقى مع حضرتك كده للمصالح الحكوميه اللي زي ما كانت رشا بتقول بيكون فيها احتكاك مباشر مع المواطن. فعلا ما فيش فيها اي يعني تقدم ولا تطوير، احنا اكيد شايفين الدوله وبتبذل مجهودات كبيره في مناطق معينه، ولكن مثلا خلينا نتكلم عن الشهر العقاري مثلا، تلاقي مدام نوال هي اللي قاعده في الدور الثاني على المكتب اللي بتقول لا استنوا بعد ما افطر، لا الطابور، لا ما اعرفش ايه، كل الموظف بتاع الخدمه العامه بيتم تطويره ازاي او المفروض يعني يرتقي ازاي لخدمه المواطن؟ برضو الناس بتستثقل قوي قوي مشوارها وهي رايحه تأدي خدمه، تخلص ورق، تعمل حاجه في مصلحه حكوميه، فبتبقى عارفه ان يومها ده ضايع خالص، ان الموظف مش هيخلص الاجراءات بسرعه، انه مساء الخير وصباح الفل وزي ما حضرتك عارف. امتى بقى نخلص من القصه دي؟
هو لحد دلوقتي الدولة صرفت أكثر من 17 مليار جنيه على فكرة الحوكمة داخل المصالح الحكومية. فكرة الشهر العقاري أعتقد النهاردة في عربيات مجهزة بدأت تظهر وبدأنا نشوفها بتأدي هذه الخدمة بشكل مميكن وشكل مرقم بشكل أساسي. لكن برضو ولكن لازم المكتب الأساسي بتاع يعني خلينا نقول بيبقى في فروع دلوقتي مثلا شفنا إن في مكاتب للخدمات زي الشهر العقاري في نوادي وفي مناطق معينة، ولكن في ناس لسه بتروح مصلحة الشهر العقاري بالمبنى اللي فيه زي ما قلت لك حضرتك كده مدام نوال ومدام فاتن ومدام سعاد اللي ما بيخلصوش أي حاجة طول اليوم. طيب ماشي، هو حضرتك المنظومة اللي حضرتك تحدثت عنها نقول مثلا هي موجودة في القرى في الأقاليم مثلا، القرى ما كانش فيه فكرة المكاتب الخاصة بالشهر العقاري، النهاردة بقى عندي فيه مجمعات خدمات حكومية بشكل أساسي في أغلب القرى، يعني النهاردة في مشروع حياة كريمة مثلا 4500 قرية، 4742 قرية على مستوى الجمهورية فيهم 58 مليون مواطن. أعتقد مشروع حياة كريمة بيشتغل على فكرة التطوير أو الإصلاح الإداري من خلال منظومة خدمات متكاملة داخل القرى والعزب والكفور والنبوء. ده في القاهرة لسه حصل التطوير. النهاردة بنتحدث برضو عن ميزانية يعني برضو لازم نبص لها، تريليون جنيه، تريليون جنيه في مشروع تطوير انا شايف ان هو بيشتغل على الزاويه الحكوميه اكتر، الجامعات والتعليم والادارات المحليه وكل اللي حضرتك متخيله. ويمكن شفنا سياده الرئيس وهو بيفتتح العديد من القرى اللي هي موجوده النموذجيه اللي وصلت لمرحله الانتاج بشكل اساسي، ففي تطوير. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ما ينفعش بقى مع التطوير الكبير ده نبقى احنا لسه عندنا مثل هذه المصالح اللي يعني مش نافع معاها تطوير. ما هو اللي مش نافع معاها التطوير ده حضرتك هو موظف قديم موجود، لكن الجديد يتطور. ما هو طالما محسوب علينا وعلى الدوله يبقى يتطور. بتطوره من خلال المراكز التدريبيه اللي حضرتك عارفاها اللي هي موجوده داخل على مستوى الجمهوريه. يعني انا شايف وزاره التنميه المحليه مثلا وصلت لمرحله ان هي بتدرب سكرتاريه العموم على فكره قانون التصالح، رغم ان سكرتير العموم داخل المحافظه ملوش علاقه بشكل مباشر، لكن هو على اساس برضه يتم يكون ملم بهذه الاشياء. لكن انا شايف ان في تحديات كبيره جدا وفي موازنات كبيرة جدا في هذا الملف، وفي نجاح في ملفات معينة داخل الجهاز الإداري لازم نكون عارفينها، بس لسه برضو في تحديات. طيب أنا أتذكر كده لما اتخرجت من الجامعة وصلح لي حضرتك على أيامي كنت عشان أتعين، أنا كنت هتعين في ماسبيرو بقى، فعلى أيامي كان من مصوغات التعيين أن أنت لازم تقدمي حاجة أن أنت أديتي الخدمة العامة لو حضرتك تتذكر. ده وكنت يعني بيوزعوكي ان انت مثلا ممكن تبقي بتدرسي اطفال، بتمحو اميه حد، ده كان لازم نعمل السنه دي كانت علينا كل تبرعتي يعني بجزء مش من وقتك في خدمه في لازم الخدمة بتعملي العامة. خدمه عامه في مكان ما، والخدمه العامه دي بعد ما هي بتبقى سنه بتروحي مثلا تدرسي في مدرسه او تمحو بتعملي محو اميه لازم تقومي بالمهمة دي وبعد كده بتاخدي الشهادة ان انت عملتي سنة الخدمة العامة. ما ينفعش تعيني غير لما تعملي الشهادة دي. هل ده لسه موجود؟ يعني هي كانت اسمها خدمة عامة. يعني هذا المفهوم لسه موجود؟ هو مش موجود بشكل كبير عشان بس في توظيف صح؟ ما بقاش، لان ما بقاش في حضرتك فكرة التوظيف، فكانت الناس حريصة على الملف ده بشكل اساسي. لكن هو فكرته برضو ممكن تبقى بشكل احسن واوضح، ان انا ممكن خريج الجامعات عشان ما ادلوش الشهادة لولا ما يقوم بعمل معين داخل الدولة، يعني بمعنى اللي ممكن يمحو أمية شخص، ممكن يساعد في تطوير منظومة معينة، منظومة تدريبية. يعني حتى أنا يمكن قلت لهم قبل كده أن مثلا كليات الحقوق محتاج ان هو يتم تدريبه على فكره المحاكم ويتعامل ازاي والصياغه واللغه. ده بيحصل يعني دلوقتي يعني طلبه كليات مفيش جزء عملي بيروحوا مكاتب محاماه يتدربوا. لا كجزء عملي داخل هذه الكليه، عشان كده احنا عندنا كم كبير جدا من الكليات زي ما حضرتك عارفه، وعدد كبير من الجامعات. يعني انا عندي التعليم اللي هم قبل الجميع حوالي 24 مليون طالب، فبالتالي انا محتاج المهن اللي هي تتماشى مع اليه الدوله، الذكاء الاصطناعي، الحاجات اللي هي تتماشى مع الوقت الحالي اللي احنا محتاجينه في هذا التوقيت. صحيح، بس هي الخدمه العامه انا اعتقد هذا المفهوم لو رجع تاني حتى لو هيشتغل في قطاع خاص لازم يبقى موجود، لازم ادي سنه للمجتمع اللي انا عايشه فيه، يعني ما اسمها خدمه عامه وبتاخدي يعني اياميها
كانوا بيقبضونا حاجه رمزيه جدا جنيه. يعني حاجه كده يعني اللي كانت 4 جنيه تقريبا 4 جنيه بس انا كنت ببقى سعيده بيها جدا واخدت خدمتي العامه ان انا كنت بدرس ولاد صغيرين في جمعيه اولادي للايتام يعني فعايز اقول لك كانت سنه من اجمل السنين اللي قضيتها في حياتي فهذا المفهوم وانا يعني مش مدرسه بس واخده طبعا مش تخصصي يعني بس واخده اطفال صغيرين ببتدي معاهم انت تخدمي المجتمع باي شكل يعني هو الفكره جميله جدا وبس حاليا هي كانت موجوده مش فكرتي هي ايوه هي الفكره جميله جدا بس تطبيقها في هذا التوقيت هو هيكون صعب على الجهاز الاداري لكن ممكن يكون سهل على الجامعات بشكل اساسي ان انا اربطها بالشهاده الشهاده الخاصه بالطالب نفسه قبل التخرج فبالتالي بلزمه بالخدمه العامه بتم توزيعه من قبل الاساتذه او من قبل الاداره الخاصه بالجامعه فبالتالي ده هيكون ليه مردود حلو جدا لكن في الوقت الحالي مع تراجع عدد الموظفين في الجهاز الاداري للدوله ما فيش حد هيبدا مراقب بشكل اساسي غير الجامعه واعتقد حتى التقييم مش هيكون مرضي غير بتقييم استاذ الجامعه هل فعلا هو ادى هذا الدور بشكل اساسي او لا هنرجع ان الجهاز الاداري للدوله في مشكله لسه طيب خلاص احنا وصلنا النتيجة وصلنا كمان لنهايه فقرتنا الدكتور آيل حسين حسان خبير التنميه المحليه والمستدامه بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا يا فندم نورتنا الفقره خلصت لكن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بقى عايزين بقى شويه فن بقى كده يلا نتكلم على الفن